بدنيا لكن يعطيه كل ما عندهم، يلعبوا 150 و200%. والصاق وزيدان، والصاق وزيدان، والصاق وزيدان، هي خطيرة والصاق صعبة وامكانية. وجول، وجول بودريكا، جول بودريكا، بودريكا بودريكا بودريكا، ريح لك على ريكا، ريح لك على ريكا، وعمل لك مزيكا واستمتع ببودريكا. 1-0، الفراعنة المصريين. مبروك مبروك مبروك، ارفع الكاس، اطلق اطلق اللسان والعنوان والعنان، خلاص خلاص خلاص، المصريين هم. للمجاملات دوما ضحاياها، وللأخطاء دوما أبرياء يدفعون ثمنها. وفي أزمة منتخب مصر واستمرار نتائجه المتواضعة تدفع جماهير الكرة المصرية الثمن. بعدما عاشت ليلة سوداء حزينة وكبدوا فيها أحاسيس الخيبة والمرارة والهزيمة عقب الخسارة أمام السنغال بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة من مباريات المرحلة الأخيرة المؤهلة نهائيات أمم إفريقيا، المجاملات بدت واضحا من البداية عندما تدخل المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا في تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب في هذه المرحلة التي كانت تحتاج إلى مدير فني قادر على بناء منتخب جديد عقب اعتزال نجوم كبار بحجم محمد أبو تريكة وبركات وأحمد حسن ووائل جمعة. شوقي غريب بعد توليه المسؤولية لم يكن مهتما بتأهل منتخب مصر، بل كان همه وشغله الشاغل التواجد فقط، وانشغل في خلافات وهمية مع أحمد حسن مدير المنتخب حول صلاحيات الأخير تارة ورغبته في العودة للعب الكرة والعمل في مجال التحليل بالقنوات الفضائية تارة أخرى. لم يستطع شوقي غريب أن يكون منتخبا قويا قادرا على تشريف الكرة المصرية بسبب اختياراته المتواضعة التي اعتمد فيها على لاعبين محترفين مثل علي غزال وأحمد المحمدي أو المحليين الذين لا يمتلكون خبرة اللعب الدولي مثل شوقي السعيد. صحيح أن الإصابات داهمت المنتخب الوطني وفقد عددا من اللاعبين البارزين مثل شريف إكرامي وعمرو جمال، إلا أن الأداء بشكل عام حتى في وجود هذه العناصر والفريق مكتمل الصفوف لم يكن جيدا أو يرضي طموحات الجماهير، بدليل خسارة مصر 3 مباريات من 5 مواجهات خاضها المنتخب في المرحلة النهائية من التصفيات. الخسارة أمام السنغال هي الثالثة للمنتخب والثانية أمام أسود التيرانجا الذين تفوقوا على منتخبنا رايح جاي، وخسارة أخرى أمام تونس في القاهرة ليتحول استاد القاهرة الذي كان مقبرة لأحلام المنتخبات الإفريقية إلى مدفن لطموحات الجماهير المصرية التي ملأت الاستاد وساندت شوقي غريب ولاعبيه. فكان جزاؤهم أن المدير الفني حول تواجدهم ومساندتهم إلى عامل أثر سلبا على أداء اللاعبين. الخلاصة أننا أصبحنا على أعتاب الفشل المرة الثالثة على التوالي في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، إذ لم يعد أمامنا إلا أملا ضعيفا في التأهل من باب أفضل الثوالث، إذ لم يعد أمامنا إلا استرجاع شريط الذكريات في الماضي القريب عندما نجح منتخب مصر في الفوز بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات على التوالي في عهد المعلم حسن شحاتة. ورغم أن الخسارة أمس صاحبتها مطالبة الجماهير برحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب، إلا أن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة كان له رأي آخر بعدما خرج واستفز الجميع بالتأكيد على أن شوقي غريب مستمر في عمله حتى عام 2018. وقال لهم ان لازم الشباب دول يكون عندهم طموح، لازم عندكم طموح، لان انا بيسب عليا حقيقي الشبان اللي بيضيعوا حياتهم. مش ممكن جري. يعني الحقيقة هو زي ما قرينا ان الجهاز مستمر ل 2018.
وهو ما زاد من السخط الجماهيري على الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة الفاشل منذ توليه المهمة، بدليل تراجع منتخبات الناشئين والشباب وفشلهما في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا. وكأننا بات مكتوبا علينا أن نعيش على الذكريات والإنجازات التي تحققت في الماضي القريب. صاحي ومات فيهم على الناس.